بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها العتيق. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك القدوس السلام، أسبغ على عباده المنن العظام وجعل الحج ركناً من أركان الإسلام، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله أزكى الأنام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله البررة الكرام وصحبه الأئمة الأعلام والتابعين أولي النهى والأفهام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما تعاقب النور والظلام. أما بعد، فعلى بركة الله تستأنف الدروس العلمية في المسجد الحرام في هذا اليوم الخميس الثاني من شهر ذي الحجة من عام 38 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، شاكرين لله عز وجل آلاءه ونعماءه أن هدانا للإسلام ومن علينا ببعثة سيد الأنام وجعلنا من رواد هذا المسجد الحرام ومن حجاج بيته الحرام، فنحمد الله تعالى ونشكره وعلى ما أفاء به علينا من نعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان والتوحيد والسنة والإيمان، كل هذه نعم عظيمة ينبغي أن نشكر الله جل وعلا عليها قولاً وعملاً واعتقاداً. درس هذا اليوم بعنوان الحج رسالة سلام، الحج رسالة سلام. أهمية هذا الدرس عناصره تعريف السلام في اللغة والاصطلاح، الإسلام دين السلام، مظاهر السلام في الإسلام، أسبابه وآثاره وثمراته ومعوقاته، كل ذلك ما سنتناوله في هذا الحديث اليوم بإذن الله جل وعلا. أما أهمية الموضوع فلا يخفى على شريف علم الجميع أن السلام قيمة عظيمة ومبدأ كبير. الإسلام دين السلام، الله عز وجل من أسمائه السلام، الملك القدوس السلام، الجنة دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم، والله يدعو إلى دار السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام والسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وتحية الإسلام السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكذلك أيضا من السلام في الإسلام في كل مجال من مجالاته ومظهر من مظاهره كما سيأتينا بإذن الله.
من بيان أهمية هذا الموضوع العظيم وهو موضوع السلام أن السلام هو غاية الخضوع لله والاستسلام، الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. وأركان الإسلام كلها تبعث على السلام، الصلاة سلام بين العبد وبين ربه، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الزكاة كذلك، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهذا معنى من معاني السلام. الصيام لعلكم تتقون، الحج كذلك في مظاهر شتى، لأن الحج إنما بني على التوحيد، والتوحيد لله عز وجل هو أصل السلام، التوحيد لله عز وجل هو الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وعبادات الإسلام كلها دالة على السلام، ومنها فريضة الحج إلى بيت الله الحرام، لأنها سلام مع الله أولاً في الاستجابة لأمره سبحانه في أداء هذه الشعائر والمناسك والحج إلى بيته الحرام، سلام مع النفس والذات، لأن الإنسان يسلم نفسه لله في هذه الفريضة العظيمة ويشعر بالأمان والاطمئنان والاستقرار والعافية والصحة والسلام. كذلك أيضاً التلبية، أول ما يبدأ المسلم الحاج بالإحرام، بالإحرام بالحج إلى بيت الله الحرام، نزع الملابس المعتادة ولباس الإحرام الأبيض، معنى من معاني السلام والاستسلام لله سبحانه وتعالى. ثم هذه التلبية العظيمة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه التلبية هي التوحيد لله عز وجل. ولهذا قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، وركب النبي صلى الله عليه وسلم راحلته وأهل بالتوحيد، لأن المسلم حينما يأتي إلى الحج وإلى مكة المكرمة وإلى المسجد الحرام ليس شعار هناك يرفع وهنا إلا شعار التوحيد لله جل وعلا والتمسك بالكتاب والسنة، فلا شعارات سياسية ولا نعرات طائفية، والحج ليس فيه إلا الأخوة الإسلامية، إنما المؤمنون إخوة والوحدة الدينية، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، والاعتصام بالكتاب والسنة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن الحج فريضة سامية عظيمة وفرصة سانحة كريمة وموسم تتجلى فيه مقاصد الشريعة، ومقاصد الشريعة خمس: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال، وهذه كلها تتجلى في موسم الحج. فحفظ الدين بأداء هذه العبادة على الوجه المشروع على ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم. كذلكم
حفظ النفس عن الهلكة وتعريضها لكل ما يكون سبباً في هلاكها أو إيقاع الأذى فيها. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً. وكذلك حفظ العقول بأن تكون منقادة إلى شرع الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعد عن اللوثات الفكرية والمخالفات العقدية والعقلية. وكذلك حفظ المال في أن يصرف في هذه الفريضة العظيمة ولا يصرف في الأوجه غير الشرعية. كذلكم حفظ العرض بأن يكون الإنسان منقاداً في حفظ كل الضرورات الخمس ومنها العرض على ما جاءت به مقتضيات الشريعة وقواعدها ومقاصدها العظمى. كل ذلك في مجالي الوجود وفي مجال العدم أيضا، بمعنى الأوامر والزواجر، الأوامر والنواهي. فالمسلم يأتي بجميع الأوامر وجوداً وينتهي عن جميع النواهي والزواجر عدماً. ثالثاً من أوجه الاهتمام بهذا الموضوع أن هذا الموضوع موضوع السلام والأمن والأمان والاطمئنان، كل ذلك مما جاءت به نصوص الكتاب والسنة والعناية به. إن تحقيق السلام ونشره هو مقصود جميع الشرائع وغاية جميع الرسالات والشرائع الربانية والملل السماوية. ولقد جاءت جميع رسالات الله وشرائع الأنبياء عليهم السلام بمعاني السلام والمحبة بين الناس والوئام. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والسلام هو الطمأنينة والأمان والسكينة والاستقرار والسمو بالنفس في القيم النبيلة والأخلاق العظيمة. ومنها أيضا من أوجه الأهمية لهذا الموضوع المهم أن السلام هو الأساس والركيزة والبناء التي لا تنمو شجرة الحرية الإنسانية إلا في تربته، وهو السراج الذي لا يستبين نظام الحياة العالمية إلا على ضيائه وسنائه، حيث أصله على العدل والرحمة والسماحة والمياسرة والإخاء بين الناس جميعاً مهما اختلفوا وتنوعوا وعن أي جنس تفرعوا. ومن أوجه ذلك أن المسلمين عبر التاريخ، المسلمين عبر التاريخ وعلى رأسهم إمامهم وسيدهم ونبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، أهل سلم وسلام وأهل إيمان وإسلام. وليس السلام هو الذلة أو الضعف أو المهانة في النفس، وإنما هو العزة، العزة في الشموخ والحكمة والقيام بشعائر الإسلام التي تدل على السلام. فهم يقولون، المسلمون يقولون في كل يوم وليلة لفظ السلام عشرات المرات، يسلم بعضهم على بعض، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يسلمون على أنفسهم، على أهليهم، على إخوانهم المسلمين، يسلمون في صلواتهم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهكذا. كل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول إذا انصرف من صلاته: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام،
تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فمن الإسلام انطلقت رسالة الخير والسلام تنعم بها جميع الأصقاع والأنام، وقد أزجى للعالم أجمع الهدايات الربانية والرحمات المحمدية التي تهتف بالحق والعدل والأمن والسلام، وترفرف بالرحمة والتسامح والصفاء والوئام، وتنبذ العنف والظلم والفساد والإرهاب والتخويف والترويع والإرعاب والتكفير والتفجير والتدمير، مهما كانت الدوافع والأسباب. ومن أهمية هذا الموضوع أن على أهل الإسلام مسؤولية كبرى في تحقيق السلام بالدعوة إلى الله، الدعوة الإسلامية، الدعوة إلى الخير وإلى الفضيلة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. النبي عليه الصلاة والسلام كل بعثته وأساس دعوته الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إظهار المحبة والشفقة والتسامح بين المسلمين بل بين بني البشر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن المشركين يوم فتح مكة وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إن على المسلمين أن يكونوا خير ممثلين لدينهم في إظهار الصورة المشرقة والأنموذج المشرف للمسلم الحق في إظهار الخير والعدل والحق والإنصاف والسلام، لأن المسلمين هم خير من يمثل هذا الدين، وحملة رسالة، وأرباب أعلى هدف وأشرف غاية، وأصحاب شخصية فذة وشريعة خالدة، ودين يرعى العقيدة والقيم ويعانق الحياة من طريق تحقيق هذه المعاني القيمية العظيمة. ومن أوجه أهمية هذا الموضوع أن نعيش هذه الأيام في رحاب هذه الفريضة العظيمة، نحيي ونرحب بضيوف الرحمن وبحجاج بيت الله الحرام، حللتم أهلاً ووطئتم سهلاً، البلاد بلادكم، وهذه الدولة المباركة الدولة السعودية تسعى في خدمتكم، في خدمة الحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن، تؤمن لهم منظومة الخدمات كافة في جو من الأمن والأمان والخير والاطمئنان والسلام، دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم. فمرحبا بضيوف الرحمن، أغلى ضيوف، وإن لهم علينا حقا في إكرامهم ومحبتهم والسلام عليهم ومعهم وتحقيق الأمن والاطمئنان لهم، وكذلك في تحقيق الخدمات ليؤدوا مناسكهم على خير وجه. وإن عليهم أن يتقوا الله عز وجل، ونوصيهم أنفسنا بتقوى الله سبحانه وحمده وشكره على أن من عليهم بالوصول إلى هذه البقاع الشريفة، وعليهم أن يلازموا تقوى الله سبحانه، وليعلموا أن الحج عقيدة وعبادة وسلوك وقيم ومبادئ وأخلاق وفريضة ينبغي أن تؤدى على وفق كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا ينصرفوا عن هذه الشعيرة وعن هذه الفريضة إلى غيرها من المشغلات والملهيات والصوارف. فعليهم أن ينصرفوا إلى العبادة، أن ينشغلوا في الحرمين بقراءة القرآن، بالطواف، ألا يزاحموا،
أن يتراحموا فيما بينهم وأن يتعاونوا وأن يحققوا السلام وأن يرعوا الأنظمة المتبعة في هذه البلاد المباركة. هذه الدولة وضعت تنظيمات للحج فينبغي الالتزام بها، وينبغي التعاون مع رجال الأمن ومع العاملين في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الذين ما سخروا إلا لخدمة قاصد الحرمين الشريفين وتحقيق أمنهم وسلامتهم. وبهذا نحقق الواجب الشرعي في أداء هذه الفريضة على ما شرع الله وعلى ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جو من الوحدة الإسلامية والتعاون بين المسلمين والأخوة والتآلف والرحمة والتعاطف والسلام. ما تعريف السلام؟ ما تعريف السلام؟ وما المراد به؟ يقول أهل اللغة ومنهم الأزهري في ومنهم ابن فارس في تهذيب اللغة: السين واللام والميم أصل واحد. في معجم مقاييس اللغة وكتاب تهذيب اللغة للأزهري وكلاهما من الكتب المهمة في هذا المجال، معظم باب اللغة وأصلها في معنى السلام الصحة والعافية والسلامة وأن يسلم الإنسان من العاهات والأذى. قال أهل العلم: الله جل ثناؤه هو السلام لسلامته سبحانه مما يلحق المخلوقين من العيوب والنقائص والفناء، ولتحقيقه وجلبه سبحانه السلامة لعباده. فالله هو السلام، والجنة دار السلام، وأيضا باب السلام وهو الانقياد لله جل وعلا لأنه يسلم من الإباء والامتناع، والسلام هو المسالمة. هذا تعريف السلام في اللغة. أما تعريف السلام في الاصطلاح فهناك اتجاهان بالنظر إلى معنى السلام. الأول أن السلام حالة من الهدوء والسكينة والطمأنينة والانسجام. الاتجاه الثاني أن السلام هو غياب الخلاف والعنف والحرب والقتال، وبضدها تتميز الأشياء، وهذه نظرة واتجاهات ظاهرة في معنى السلام في الاصطلاح. إذن السلام يمثل الرغبة الحقيقية في تحقيق الانسجام والأمن والأمان والعلاقات الإنسانية بين بني البشر، وسيادة حالة من الهدوء في العلاقات بين الناس وبين الفئات، وهو أيضا حالة إيجابية في ذاتها تعني الاستقرار والهدوء أكثر من كونه غيابا لحالة سلبية مرفوضة مثل العنف والحرب والقتال. كل ذلك يبين معنى السلام. وهناك أيضا لا سيما في هذا العصر ونحن نعاني والأمة الإسلامية تعاني من مهددات ومعوقات للسلام بحالات الإرهاب والعنف والتفجير والتكفير والتدمير بين بعض المسلمين. توجد هذه أفكار مع الأسف مخالفة لمنهج الإسلام الحق الذي سار عليه السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم. فينبغي على المسلمين ألا يخدعوا بهذه الشعارات المخالفة لمعنى الإسلام والسلام. كذلك أي دعوة إلى تسييس الحج أو ما يعرف بتدوير الحرمين، تلك مثلا الدعوة النكراء والبدعة المرفوضة، فإن الله عز وجل
ائتمن هذه البلاد المباركة وفيها المسجد الحرام والكعبة المشرفة والمسجد الحرام ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهي المسؤولة عن رعايتها والعناية بها، وقد قامت ولله الحمد والمنة بخدمة الحرمين على خير وجه. نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين أعمالهم الصالحة. هناك أنواع للسلام، السلام مع الله جل وعلا أولا وقبل كل شيء، ثم سلام مع النفس، سلام داخل الأسرة، سلام بين المرء وذاته، مع المرء وأبنائه، مع المسلم وإخوانه المسلمين، مع الجماعات والفئات، مع المسلمين وغير المسلمين، لأن ديننا دين العالمية، وينبغي أن ننشر في العالم هدايات الإسلام والسلام والوسطية والاعتدال والتوحيد والحق والعدل والإنصاف والتسامح والعفو والرحمة، وكل ذلك من القيم الإسلامية العظيمة التي طبقها الأسلاف، فكانت الفتوحات وكانت الانتصارات في جميع أرجاء الدنيا ترفرف عليها راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، كل ذلك بفضل الله. ثم الدعوة الإسلامية بالحكمة والموعظة الحسنة وبالجهاد في سبيل الله بتحقيق شروطه وانتفاء موانعه، جهاد الخير والأمن والسلام وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. إن الإسلام دين السلام، وإن للسلام أهمية في هذا الإسلام، وإن الإسلام حريص على أن ترفرف على رايات المجتمعات الإسلامية التعاون لا التطاحن، الائتلاف لا الاختلاف، الإيثار لا الأثرة، المساواة والعطف والإخاء لا الظلم والتسلط والجفاء، المشاعر الرقيقة، القلوب الرحيمة الأبية، وليست المخالب القوية والأذياب والأنياب العتية والذئاب والوحوش الكاسرة. ولهذا كان للسلام في الإسلام مكانة عظمى ومرتبة أسمى ومنقبة كبرى. من مظاهر عناية الإسلام بالسلام أولاً أن الله هو السلام. السلام اسم من أسماء الله الحسنى، الملك القدوس السلام، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس السلام. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السلام اسم من أسماء الله، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم، وإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام، فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب. أخرجه البزار والبخاري في الأدب المفرد والطبراني في المعجم الكبير. ثانياً، السلام هو تحية أهل الإسلام وتحية ذرية آدم عليه السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآدم لما خلقه: اذهب إلى هؤلاء القوم فسلم عليهم، فسلم عليهم هؤلاء النفر من الملائكة، فسلم عليهم، فاستمع ما يحيونك به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم
فقالوا وعليكم السلام ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. قال الإمام الترمذي رحمه الله: فوضعت هذه التحية فيما بينهم كرامة لهم، فأكرم الله تعالى هذه الأمة بأن جعل تحيتهم على ألسنتهم أشرف القول وأطيبها من قوله السلام عليكم. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. إذن إفشاء السلام طريق المحبة بين المسلمين، ولا تدخل إلى قلب إخوانك المسلمين إلا بالسلام عليهم. ثالثاً ورابعاً من مظاهر السلام أنه تحية أهل الجنة، تحيتهم فيها سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام. قال الإمام العلامة السعدي رحمه الله: أن يحيي بعضهم بعضاً بالسلام والتحية والكلام الطيب. رابعاً أن السلام تحية الملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، ماذا يقولون؟ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ولما دخل الملائكة على إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. خامسا: السلام تحية الله لأنبيائه، سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على إلياسين، وهكذا الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سابعاً: بذل السلام من الأسباب الجالبة للمحبة والوئام ودخول الجنة دار السلام، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. قال الإمام النووي رحمه الله: والسلام أول أسباب التآلف ومفتاح استجلاب المودة، وفي إفشائه تمكن الألفة بين المسلمين وإظهار شعارهم المميز لهم عن غيرهم من أهل الملل، مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين. وأيضاً من مظاهر السلام في الإسلام أن الجنة دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم، ولا يمكن أن تتحقق دار السلام إلا باتباع معالم السلام في الإسلام. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وسميت الجنة دار السلام لسلامتها من كل عيب وآفة وكدر وهم وغم وغير ذلك من المنغصات، ويلزم من ذلك أن يكون نعيمها في غاية الكمال ونهاية التمام. وقال الإمام الطاهر بن عاشور: وقيل السلام اسم من أسماء الله تعالى، أي دار الله تعظيما لها، كما يقال للكعبة بيت الله، ويجوز أن يراد مكانة الأمان عند الله، أي حالة الأمان من غضبه وعذابه. كذلك أيها الإخوة، من أجل مظاهر السلام التوحيد لله، العقيدة الصحيحة، الإيمان بالله وحده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ومخالفة كل ما يعارض التوحيد من الشرك بالله أو طلب
النفع من غير الله أو دفع الضر من غير الله أو جلب الخير أو شفاء المرضى أو دعاء غير الله، كل ذلك لا يكون إلا لله. إياك نعبد وإياك نستعين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، ليست للأنبياء ولا للأولياء ولا للقبور ولا للأضرحة ولا للصالحين ولا لأي أحد من البشر ولا من غير ذلك من المعبودات، وإنما هي لله جل وعلا. كذلك من معالم ومظاهر السلام اتباع السنة، اتباع السنة. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، كل ذلك يحقق اتباع السنة. ولهذا نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حبنا له حبنا لسنته واتباعنا لملته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ليست المذهبية ولا العصبية ولا الحزبية ولا الانتصار لقول أحد من الناس ولا التعصب للعلماء ولا ادعاء العصمة لهم، كلهم الأئمة الأعلام من الصحابة رضي الله عنهم نترضى عنهم ونحبهم، وكذلك من بعدهم من التابعين وأئمة الإسلام كالإمام أبي حنيفة النعمان والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد، كل هؤلاء من الأئمة الأعلام نترحم عليهم ونحبهم وندعو لهم. وهم يقولون رحمهم الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذا جاءكم ما يخالف قولي في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بالدليل من الكتاب والسنة واضربوا بقولي عرض الحائط. كذلك السلام دعوة إلى وحدة الكلمة بين المسلمين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن هذه أمتكم أمة واحدة، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ومن مظاهر السلام في الإسلام أن الإسلام حث على السلام في أكثر من موضع، في التصريح وفي التلميح. قال تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. قرأ أبو بكر عن عاصم للسلم بكسر السين، وقرأ حفص بالسلم. قال الزجاج: السلم والسلم الصلح والمسالمة. وقال الشيخ السعدي رحمه الله: وإن جنحوا، أي الكفار المحاربون، مالوا إلى السلم أي الصلح وترك القتال، فاجنح لها وتوكل على الله، أي أجبهم إلى ذلك وإلى ما طلبوا متوكلاً على ربك، فإن في ذلك فوائد عظيمة، منها أن طلب العافية مطلوب في كل وقت. لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. ومنها أن في ذلك إجماماً لقولكم واستعداداً منكم لقتالهم في وقت آخر إن احتجتم إلى ذلك. ومنها أنكم إذا أصلحتم وأمن بعضكم بعضاً وتمكن كل من معرفة ما عليه الآخر فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، كما في صلح الحديبية، كما في صلح الحديبية. فالصلح هو الموادعة والسلام، سماه الله فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وصلح الحديبية هو في حقيقته كف عن جهاد السنان وإطلاق العنان لجهاد اللسان والبيان، ومع ذلك سماه الله فتحا مبينا.
ومن المعلوم عند الأصوليين أن الكف والإمساك والترك من جنس الأفعال لا من جنس قبيل السكوت والسكون والركون، ولا يتنبه لذلك سوى القليل من أصحاب العلوم والفهوم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي بينا ظاهرا، والمراد به صلح الحديبية، فإنه حصل بسببه خير عظيم للمسلمين، وأمن الناس واجتمع بعضهم ببعض، وتكلم المؤمن مع الكافر، وانتشر العلم النافع والإيمان. وقال الإمام الزهري رحمه الله: فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه، إنما كان القتال حيث التقى الناس، فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب وأمن الناس بعضهم بعضاً والتقوا تفاوضوا في الحديث والمنازعة، فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئاً إلا دخل فيه، ولقد دخل في تينك السنين مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك وأكثر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. قال الإمام ابن هشام رحمه الله: والدليل على قول الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحديبية في 1400 في السنة العاشرة التاسعة، في قول جابر بن عبد الله: ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين 10,000. انظروا الفرق بسبب السلم والمسالمة والحكمة والصلح، خرج إلى الحديبية 1400 وفتح مكة 10,000. الله أكبر، هذه من حكمة الإسلام. فالذين يستعجلون النتائج اليوم ويرون رفع راية الحرب والقتال بدعوى الجهاد، وهو الحقيقة لم يستكمل الشروط، وإنما هو إرهاب وعنف وقتل للأنفس المعصومة، كل ذلك مما ينبغي أن يراجع فيه على ضوء الأدلة الشرعية. كذلك أيها الإخوة، من مظاهر السلام الأمن، وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمناً، رب اجعل هذا بلداً آمناً. والبلد الأمين الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الأمن ركيزة، ركيزة العبادة وعمودها. لهذا كان من جوامع دعاء الخليل عليه السلام: رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فانظر رعاك الله كيف بدأ الخليل بالأمن، كيف بدأ بالأمن قبل الإيمان: رب اجعل هذا البلد آمناً، ثم دعا بالإيمان والتوحيد: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وذكر الإمام العلامة ابن عاشور أن هذا من جوامع الكلم النبوي، وهذا حقيقة. كذلك أيضا من مظاهر الإسلام في الحج ما نعيشه من رمز وجود هذا الأمن والأمان في البلد الحرام. ومن يريد تحويل الأمن والأمان في البلد الحرام يعاقبه الله عز وجل، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا بمن هم ولم يرد، فكيف بمن أراد؟ بل كيف بمن فعل؟ والأذى بين المسلمين وإيقاع العداوة والقتل أو الأذى لحجاج بيت الله الحرام أو رفع الشعارات السياسية والطعن في المسلمين وتفريق كلمتهم أو الدعوة إلى تسييس الحج أو إلى غير ذلك
من الشعارات كل ذلك مرفوض. فينبغي أن نتحقق بهذا المعنى العظيم وهو معنى الأمن والإيمان في البلد الحرام. ومن ذلك أن هذه الكعبة المشرفة هي قبلة المسلمين، وهذا المسجد الحرام هو راية السلام وعنوان الأمن والأمان والوئام. إن هذه البلاد، هذا الحرم، دوحة أمن وأمان وطمأنينة وسلام، فيه كل معاني الأمن، ومن دخله كان آمنا. وهذا الشعور يربي الإحساس الأمني والحس الأمني في المسلمين. إذا كان الأمان والأمن في الحرم الشريف للإنس، للطير، للشجر، للحيوان، للصيد، فكيف بالمسلم؟ لا ينفر صيده ولا يختلى خلاه، كل ذلك من السلام حتى مع الحيوان ومع الطير ومع الجماد ومع الشجر، كل ذلك من معاني الأمن والسلام في البلد الحرام. ولهذا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم ومنهم ابن عمر ترك الإقامة في مكة، ومنهم ابن عباس أيضا، خشية ارتكاب الذنوب، خشية ارتكاب الذنوب. وعبد الله بن عمرو كان له فسطاطان، أحدهما في الحرم والآخر في الحل، وهكذا عن جملة من السلف. قال الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما للناس أي بها قيام مصالحهم في الدنيا والدين والآخرة، ومن ذلك أنها رمز أمنهم وأمانهم. قال الإمام أبو بكر، قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي: إن الله سبحانه لو شاء لأمن من في الأرض جميعا، لكنه وضع هذه الكعبة وهذا المسجد الحرام، ولم يحل فيه قتال لأحد من الأنبياء، بل إن هذه الكعبة معظمة في النفوس ولها هيبة في القلوب، يجب مراعاة أمنها، إلى قول الله، وأشار إلى قول الله عز وجل: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. ومن معاني السلام في الحج المواقيت، المواقيت الزمانية في أشهر الحج، في شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، وأيضاً المواقيت المكانية وهي الاستعداد لهذه الفريضة بالإحرام، كما في مواقيت الإحرام المعروفة. كل ذلك يدل على أن الإسلام يمهد أيضاً لهذه الفريضة بالسلام، والحج مدرسة يتعلم فيها الحاج آداب السلام، ليس مع نفسه فقط بل مع الخلق. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، كل ذلك مما يؤكد معاني السلم والأمن والاستقرار والبعد عن المعاصي والتحلي بالتقوى. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. ومن مظاهر السلام في الحج الهدي والقلائد، من معالم السلام الرائد. ولهذا كان أهل الجاهلية وهم في جاهليتهم يعظمون البيت بالهدي وبالقلائد: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام، والهدي والقلائد. ذلك العلة
ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. الآية 97 من سورة المائدة. حتى أهل الجاهلية وهم في جاهليتهم يؤمنون ويسلمون هذا البيت. يلقى الرجل قاتل أبيه أو قاتل أخيه أو قاتل ابنه في الحرم فلا يعرض له، فكيف يعرض المسلم نفسه للأذى أو يعرض الحجاج للأذى؟ نسمع بعض المزايدين والمغرضين والشانئين يهددون ويعلنون حربا إعلامية على الحرمين الشريفين وعلى الحجاج وعلى ضيوف الرحمن. كيف يجرؤ المسلم في بذلك الأمر وهو يعلم عظم الوعيد؟ حتى أهل الجاهلية وهم في جاهليتهم يعظمون البيت. ولهذا ورد عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أنه قال: بعثوا إليه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحلس بن علقمة الكناني وهو يومئذ سيد الأحابيش، فلما رآه صلى الله عليه وسلم قال: هذا من قوم يعظمون الهدي، فابعثوا الهدي في وجهه. فبعثوا الهدي، فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده قد أكل أوتاره من طول الحبس عن محله، واستقبله الناس يلبون، فقال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فرجع ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما لما رأى، فقال: يا معشر قريش، قد رأيت ما لا يحل صده الهدي في قلائده قد أكل أوتاره من طول الحبس عن محله. وهكذا أيها الإخوة، في عدد من المظاهر، في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، في حجة الوداع، خطبته عليه الصلاة والسلام هي خطبة السلام. ودستور أهل الإسلام في هذه الخطبة العظيمة والوصايا النافعة، مبادئ الإسلام وركائز العقيدة، التوحيد، الوحدة الإسلامية، حرمة الدماء، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، ودماء الجاهلية موضوعة. وكذلك أيضا أوصى بالنساء خيرا وبين ما لهن وما عليهن، كل ذلك تحقيق لمعاني السلام في الإسلام. فهذه الخطبة نموذج من الهدي النبوي الشامل في عناية عليه الصلاة والسلام بالإيمان وبالأمة وبأمنها وسلامها واجتماع كلمتها: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فيا لله، كيف آل أمر بعض المسلمين اليوم إلى الاقتتال فيما بينهم ورفع سلاح المسلم على أخيه المسلم وفي وجهه. والله عز وجل يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فينبغي السعي في الإصلاح بين المسلمين. كذلك أيها الإخوة، أن الإسلام كمل في الحج، ولهذا قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. متى نزلت هذه الآية؟ نزلت في يوم عرفة، في يوم عرفة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي
ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفت ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. أخرجه البخاري ومسلم. كذلك أيها الإخوة، في منى، في مزدلفة، في عرفة، في الحرم، كلها أماكن سلام وشعارات سلام وأيضا دعوة للسلام. السلام تحية الإسلام من بر الحج والحجاج. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بر الحج كما في حديث جابر فقال: إطعام الطعام وطيب الكلام وإفشاء السلام. كذلك أيها الإخوة، الحج عبادة جامعة لكل معاني السلام والأخوة والمساواة والمحبة والوئام بين المسلمين. لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى. أيها الناس، كلكم لآدم وآدم من تراب، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود فضل إلا بالتقوى. فلا يجوز أن يرفع شعار الطائفية والنعرات والإقليمية والعنصرية والحزبية، إنما المؤمنون إخوة. وكل ذلك، أي هذه النعرات، من رفث الحج. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج يسفر عن التوحيد المثمر للوحدة والانسجام بين المسلمين. المسلمون وحدة مهما اختلفت أقطارهم وبلدانهم وأمصارهم ولغاتهم ومذاهبهم الفقهية، تجمعهم كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا سيما في مثل هذه الوقفات وهذه العرصات: الإحرام، التلبية، الطواف، السعي، الوقوف بعرفة، الرمي، كل ذلك إنما وضع لتحقيق الأمن والسلام وإقامة ذكر الله عز وجل لا لذكر غيره. لا تذكر النعرات ولا الشعارات السياسية والنعرات الطائفية، وإنما التوحيد والقرآن والسنة والسير على منهج سلف هذه الأمة بالوسطية والاعتدال. وكذلك جعلناكم أمة وسطا فلا غلو ولا جفاء. المسلمون سواسية، المسلمون سواسية كأسنان المشط في بعد عن الشهوات والشبهات. كل ذلك من المعاني التي ينبغي أن يفقهها المسلمون لا سيما في مثل هذه الأعصار المتأخرة. أعداء الإسلام حتى ممن يتسمون بالإسلام لكنهم لم يفهموه ولم يفهموا معاني السلام فيه، يعلنون الحرب على المسلمين، يهددون بالإرعاب والإرهاب للمسلمين الذين يحجون البيت الحرام. أي إسلام عند هؤلاء؟ ولهذا ينبغي أن نحرص أيها الإخوة على تحقيق العقيدة الإسلامية الصحيحة التي جاء بها الأنبياء جميعا، لا سيما نبيهم وخاتمهم وأفضلهم وسيدهم نبينا وحبيبنا وسيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأن نسير على منهج السلف الصالح. يأتي المسلم أحياناً قد يجد في بعض البيئات وبعض المجتمعات ما يخالف أوجه أو مظاهر العقيدة الصحيحة. سيجد في هذه البلاد وفي الحرمين الشريفين بحمد الله أعلام التوحيد مرفوعة وراية السنة منشورة،
فينبغي أن يحرص على اتباع الكتاب والسنة، وأن يعلم أنه لا سعادة، لا قيادة، لا ريادة، لا أمن، لا سلام، لا دخول للجنة إلا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والاستنان بسنة سيدي الأنام عليه الصلاة والسلام القائل: خذوا عني مناسككم، القائل: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إن واجب المسلمين أن يستثمروا هذه الفريضة العظيمة بالعلم النافع. هذه أروقة الحرمين الشريفين مليئة بالدروس، ولله الحمد والمنة، الدروس النافعة التي تعلم الناس فقه المناسك، تعلمهم العقيدة الصحيحة، تعلمهم ما ينبغي أن يكون عليه من فقه الشريعة ومقاصدها وأحكامها، فينبغي أن يحرصوا على الاستفادة من هذه الدروس العلمية النافعة، كذلك أن يحرصوا على الكتب النافعة، الكتب الصحيحة الموثوقة التي تدعو إلى الإيمان والعقيدة الصحيحة، وتبين للناس فقه مناسكهم على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل دعوة إلى شعارات سياسية أو إلى نعرات طائفية أو إلى دعوات عنصرية وإلى حزبية ومذهبية، كلها تخالف الوحدة الإسلامية، مع تقديرنا الجم لجميع علماء الإسلام والترضي والترحم عليهم، فإن الحق أحب إلينا من الناس، مع تقديرنا لهم وأدبنا معهم، لكن اتباع الدليل من الكتاب والسنة والسير على ما سار عليه هؤلاء العلماء، فكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. لا ينبغي أبدا أن تفرق المسلمين تلك المذاهب الفقهية، بل هي دليل على السعة وعلى الرحمة وعلى الاجتماع وإلى الاعتدال وإلى سعة هذه الشريعة وشمولها. ينبغي أن يرجع المسلم من حجه أحسن حالاً مما قدم، ملازماً للتوبة إلى الله بشروطها، بالإقلاع عن الذنوب، بالعزم على أن لا يعود إليها، بالندم على ما فعل من الذنوب والمعاصي، أن يستثمر وجوده في الحرمين في تلاوة القرآن، في الطواف، في الذكر، في التلبية، في التحميد والتهليل والتكبير، فنحن في مواسم عظيمة فيها شرف الزمان، شرف عشر ذي الحجة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا القتال في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وفي الحديث الآخر: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذا أفضل الدعاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أكثر فيهن من التسبيح والتحميد، الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله تغرس ثمرة وتغرس نخلة في الجنة. هذه
موائد عظيمة وفرص كبيرة لغرس هذه الأجور التي يجدها المسلم أمامه في جنات النعيم. فضلاً عن ذلك أيضاً عمل الخير للناس، مساعدة إخوانك المسلمين المحتاجين، كبير السن، المعاق الذي يحتاج إلى مساعدة، تتلطف معهم، ابتسامة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، والأذى تميطه عن الطريق صدقة. أين الناس الذين يحملون السلاح أو يؤذون المسلمين بأقوالهم وأفعالهم وألسنتهم، وتعج وسائل التواصل الاجتماعي مع شديد الأسف بالطعون والشائعات والافتراءات والأكاذيب ضد المسلمين وضد الشريعة وضد علماء الإسلام وأئمة الإسلام وعلماء الحرمين وقادة هذه البلاد، ويزايدون على الدعم العظيم والمساندة والخدمات التي تقدم في الحرمين؟ أين هؤلاء من الأذى الذي يوقعونه بألسنتهم وأيديهم وما تخطه أقلامهم وحروفهم من الوقيعة في المسلمين؟ يا ويلهم مما أعد الله جل وعلا لمن ولغ في أعراض الناس، لا سيما أفاضلهم ورموزهم من أهل الإسلام الذين عرفوا بالخير والصلاح. إنها دعوة للسلام، دعوة للسلام بين المسلمين، دعوة للسلام أولاً مع الأنفس والذات ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أن يعيش الإنسان في أمان، في نفس مطمئنة وسكينة واستقرار وحب للخير وابتسامة وعمل صالح وقول حسن وأعمال خيرة في نفع الناس والتمسك بالدين ونفع البلاد والعباد، ثم ذلك يترجم دعوة عالمية في هذا الاجتماع في الحج وهذا المؤتمر الإسلامي العظيم، أن نقول للعالم، للعالم كله، هذا ديننا، دين الخير، الأمن، السلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الأمة أمة الوسط والاعتدال، أمة الدعوة الإسلامية بالحكمة والموعظة الحسنة، أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمة الخير للعالم كله. العالم اليوم متعطش، متعطش لتعاليم الإسلام، وإلى أن يطبق المسلمون تعاليم الإسلام. واليوم الإعلام، الإعلام اليوم هو الذي يمثل الخطورة الكبرى والعظمى والتحدي الكبير، فينبغي أن يضطلع المسلمون بالدعوة إلى السلام والإسلام، قادة المسلمين بتحكيم الشريعة وتطبيق الكتاب والسنة والرحمة والرأفة برعاياهم وشعوبهم وتطبيق الكتاب والسنة في من تحت أيديهم، وشعوبهم تدين لهم بالسمع والطاعة بالمعروف. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهكذا العلماء بالبيان والبلاغ والدعوة إلى الله عز وجل، وأن لا يخافوا في الحق لومة لائم. كذلك الدعاء إلى الله أن يجمعوا قلوبهم وصفوفهم على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إن تحدي الإرهاب وتحدي الطائفية والتحديات الكبرى التي تصيب أمتنا الإسلامية نجد في الحج علاجها، علاجاً لمشكلات الأمة في جمع كلمة المسلمين. نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى.
تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. لبيك لا شريك لك.